Buongiorno, buongiorno a tutti, cari studenti e studentesse. Oggi cominciamo il nostro programma, o continuiamo il nostro programma di unità 4, e con voi, signor Rafi Ahmed. Sabah al-Khair. Innahardah, inshallah, هنكمل الحلقة بتاعتنا أو الأونيتا بتاعتنا، أونيتا 4، وهناخد الجزء الخاص أو المتعلق بالجراماتيكا، i pronomi diretti nei tempi composti, الضمائر المباشرة في الأزمنة المركبة. هنبدأ مع بعض النهاردة الحلقة بتاعتنا، وهنشرح i pronomi diretti nei tempi composti، وهنشرح i pronomi partitivo ne. طبعا في الحلقة اللي فاتت أو اللي فاتت زميلي محمد شرح الديالوجو اترافيرسو اي فومتي، والنهارده هناخد الجزء المتعلق بالجراماتيكا. نبدا مع بعض. طبعا ان توتي تيمبي كومبوستي، cioè il passato prossimo e il futuro composto, l'accordo con il participio passato è obbligatorio, con i pronomi diretti di forma atona, lo, la, li, le. طبعا فيما يتعلق الأزمنة المركبة، طبعا أنا بعمل برونومي ديريتي عبارة عن تبعية. طبعا في الأزمنة المركبة طبعا عبارة عن فيربو أفيري بيو البارتيتشيبيو باساتو، وهنا بقول فيربو أفيري بس، ما فيش فيربو إستري هنا، لهدف بسيط جدا، إن دايما فيربو أفيري دايما بيجي مفعول به. عشان كده في الأزمنة المركبة هنا هو لما بستخدم إي برونومي أنا لازم أستخدم فقط لوزلياري أفيري، طبيعي لأن أفيري هو الوحيد اللي بيجي معاه مفعول به. طيب نبص مع بعض كده في الأمثلة بتاعتي. أول مثال بيقول إيه؟ أي فيستو الفيلم، أو أي فيستو لولتيمو فيلم دي موريتي سي لو فيستو. لو بصينا مع بعض فوق كده في الجزء الفوقاني، أنا عندي زي ما قلنا إي برونومي ديريتي عبارة عن اللو واللا واللي واللي. لو إحنا اتكلمنا على زمن المضارع اللي احنا كنا خدناها في اونيتا 3، كانت نفس برضو الاي برونومي، بس في البريزنت كنت بعمل ايه؟ مثلا فيدي الفيلم، هل بتشوف الفيلم؟ سي لو فيدو، ايوه بشوفه. كانت اللو بتنزل بشكل طبيعي عادي، انما هنا في الازمنه الكومبوستي او في اي تيمبي كومبوستي في الازمنه المركبه بعمل ايه؟ بضطر احذف اللو او الاو واعوض عنها بابوستروف. احنا شايفين I visto l'ultimo film di Moretti. انت شفت اخر فيلم لموريتي؟ سي لو فيستو، واعمل له طبعا التبعية. هنتكلم عن التبعية دلوقتي تفصيليا، بس اللي عايز اقوله ان اللو في البريزنت البساطة اصبحت ها الا بوصف، واللا برضو كذلك هتبقى الا بوصف. طيب المثال الاولاني زي ما احنا قلنا، عوضنا طبعا عن كلمة لولتيمو فيلم بإلا أبوستروف، وعملنا الأكورد بتاعتنا في الآخر البي بي انتهى بحرف الأو، سيلو فيستو. طيب نشوف المثال التاني. دوفي هاي كومبراتو كويستا بيلا مالييتا؟ دوفي هاي كومبراتو كويستا بيلا مالييتا؟ لو كومبراتا دا جويكس. طبعا أنا لو بصيت على المفعول عندي في الجملة الأولى عبارة عن كويستا بيلا مالييتا، كويستا بيلا مالييتا ده مفعول مفرد إيه؟ مؤنث، تمام؟ هعوض عنه طبعا لو الجملة عندي في زمن il presente، كنت في الحالة دي عوضت عنه بالله. كانت المثال في البريزنت هيبقى عامل ازاي؟ دوفي كومبري كويستا بيلا مالييتا، دوفي كومبري كويستا بيلا مالييتا. لو كده في البريزنت كنت قلت ايه؟ لا كومبرو دا جويكس. بس طبعا هنا عندي زمن الجملة على الباساتو في الماضي، فاذا لازم اقول ايه؟ ها اعوض عن كويستا بيلا مالييتا بإلا ابوستروفو، تمام، واعمل التبعية في البارتيتشيبيو باساتو، بيبقى عبارة عن حرف الأ. طب ليه حرف الأ؟ علشان كلمة كويستا فيلا مالييتا، عشان المفعول بتاعي مفرد مؤنث، فأنا أعوض عنه بإلا أبوستروفو، والبي بي ينتهي عندي بحرف الأ. لو كومبراتا دا جويتس. أفيتي فيستو دينو إي باولو بير كازو؟ أفيتي فيستو دينو إي باولو بير كازو؟ طبعا عندي هنا زمن الجملة باساتو، المفعول عندي عبارة عن دينو إي باولو، الاثنين يعتبروا جمع مذكر. هنا في الحالة دي هعوض عنهم بلي، تمام، واعمل الاكورد بتاعتي التبعية بتاعتي تنتهي بحرف الاي برضه، سي لي ابيامو انكونتراتي ان كورتيلي. طيب لو زمن الجملة هنا على البريزنت كنا هنقولها ازاي؟ نفس الفكرة، فيدي او فيديتي دينو اي باولو بير كازو، سي
li vediamo in cortile. طيب ناخد بالنا دايما لما يبقى عندي سؤال ورد ناخد بالنا من حتة مهمة جدا من تغيير الفيربو او تحويل الفيربو. على سبيل المثال الجملة الاولى بيقول ايه؟ I visto. هنا I visto ده الفيربو متصرف مع مين؟ مع to. لما يجي انزله في الاجابة هينزل مع مين؟ مع io. I visto هتبقى ho visto. I comprato في المثال التاني I comprato هتنزل في الإجابة ها ho comprato. طيب avete avete visto avete دي متصرفة مع مين؟ الفيربو هنا متصرف مع الضمير voi. avete visto di noi Paolo sì ها abbiamo incontrato. طبعا هنا هو متصرف مع voi فنزلت في الإجابة هنا avete تتحول على طول ل abbiamo و I زي المثال الاولاني والتاني نزلتها تبقى ايه او تمام. avete visto di noi Paolo per caso sì li abbiamo incontrati in cortile. Dove المثال الرابع dove sono le mie chiavi dove sono le mie chiavi le ho messe nell'ingresso le ho messe nell'ingresso تمام. المثال الرابع عندي لما اجي اعمل الاكورد واعمل التبعيه يا ريت امشي دايما على الارتيكولو على اداه التعريف. هنا اداه التعريف جمع مؤنث فانا بعمل التبعيه برضو جمع مؤنث مس. في ناس كتير جدا بتنسى النقطه دي وبتيجي مثلا تبص على كلمه كيافي انتهت كيافي بحرف الاي او الاي هروح على طول اعملها زيها بحرف الاي واختار التبعيه كده غلط. التبعية هنا كلمة كيافي دي كلمة جمع مؤنث على الرغم ان هي انتهت بحرف الاي بس هنا طبعا جمع انتهت بحرف الاي فتعتبر التبعية هنا جمع مؤنث. طب اعرف منين؟ بص على اداة التعريف لي كيافي لي كيافي طبعا هنا هو جمع مؤنث فانا لازم اعمل التبعية عندي جمع مؤنث واقول ايه لي اوميسي. انما اللي بيبص على كيافي بس انها انتهت بحرف الاي ويروح يختار شبهها بحرف الاي لا انت كده دخلت سكة بعيدة جدا عن الإجابة الصح. تمام؟ طيب الأمثلة الثاني يبقى أنا عندي دلوقتي بعمل لاكوردو التبعية البساطو أو نيتمبي كومبوستي ها بعوض عن اللو كانت في البريزنتي في المضارع بعوض عنها بالأبوسترفو واللا بعوض عنها برضو بالأبوسترفو واللي زي ما هي لي واللي زي ما هي لي وما ننساش التبعية ما ننساش التبعية في البارتيتشيبيو بساطو. طيب ملحوظة يقول ايه i pronomi diritti lo e la prendono l'apostrofo prima del verbo avere زي ما احنا شرحنا بالظرف قلنا ان عندي lo e la بيختلفوا شوية عن البريزنت في الماضي lo بشيل حرف ال o واللا بشيل حرف ال a وعوض عنهم بالابوستروفو prima del verbo avere زي ما احنا شفنا في الامثلة بالظبط تمام كده. Hai visto un nuovo maglione? Sì, l'ho visto. Hai visto il nuovo hai visto il mio nuovo maglione? Sì, l'ho visto. طبعا نوت il mio nuovo maglione da مفرد مذكر هعوض عنه بالابوستروفو والبي دي عندي ينتهي بحرف الاو. المثال التاني avete preso la chitarra? Avete preso لا كيتارا طبعا هنا لا كيتارا مفرد مؤنث وزمن الجمله هنا عندي باساتو هعوض عن اللا بالابوستروف واعمل التبعيه عندي في الاخر في البارتيتشيبيو باساتو بحرف الا. افيتي بريزو لا كيتارا سي لا بيامو بريزا زي ما اتفقنا. هنا بص على الفيربو الفيربو هنا بيسالني تو زي اي فيستو حولتها بقت ايه او فيستو. افيتي بريزو avete preso la chitarra? Sì, l'abbiamo presa. Avete طبعا هنا الفيربو متصرف مع voi هينزل في الاجابه مع مين؟ مع noi. تمام؟ تاني يبقى انا i pronomi diritti prendono ها prendono l'apostrofo prima del verbo avere o hai a abbiamo avete hanno e in genere prima di un verbo che inizia per vocale. Come
تاني انا عندي هنا اهوت اللو واللا، لما بيجي نحطهم قبل الفيربو افيري زمن الباساتو او زمن الفوتور كومبوست في الازمنه المركبه عموما، اشيل الاو وبشيل الا واعوض عنها بالا بوستر. تمام، واضحه النقطه؟ تمام. Il pronome partitivo ne. Usiamo il pronome partitivo ne per indicare una parte di un tutto. يعني ضمير التجزئه ne ده انا بستخدمه للتعبير عن جزء او يعني جزء من الكل. يعني مثلا على سبيل المثال لما اجي اقول مثلا هل اكلت التورته، هيقول لي اكلت قطعه من التورته. هل اكلت البيتزا، اكلت قطعه من البيتزا. هل اكلت المكرونه، اكلت طبق من المكرونه. هو عباره عن جزء من، جزء من. تمام، نبص كده مع بعض على الامثله بتاعتي. كارلو بيفي او بيفي توتا لارانشاتا، كارلو بيفي توتا لارانشاتا، نو بيفو solo un bicchiere. No, bevo solo un bicchiere. انت كل العصير، شربت كل العصير؟ No, لا، ni bevo solo un bicchiere. شربت فقط كوب من العصير. Mario, mangi tutti quelli spaghetti? Mario, mangi tutti quelli spaghetti? يا ماريو، انت كلت كل المكرونة؟ No, ne mangio un piatto. No, ne mangio un piatto. طبعا انا عندي يعني عشان اقدر احط pronome partitivo ne، ضمير التجزئه ne، لازم يكون عندي اشاره او دليل عن وجود كميه او اجزاء او جزئيه يعني. تمام، يعني في المثال الاولاني طبعا هنا الجمل كلها يعني al presente، في زمن البريزنت، في زمن المضارع. تمام، بيقول ايه؟ كارلو بيبي، عرفت منين ان هو هنا بريزنت؟ لقيت الفيربو غير مسبوق باستري ولا افيري، مفيش بي بي. الفيربو هنا al presente متصرف هنا مع مين؟ مع تو. كارلو بيفي توتا لارانشاتا، نو ني بيفو سولو اون بيكيري. كلمه هنا اون بيكيري اجبرتني ان انا احط ني. شوف المثال التاني، ماريو مانجي توتي كويلي سباجيتي، انت بتاكل كل المكرونه دي. No, ne mangio un piatto. برضو هنا un piatto عبارة عن كلمة طبق، برضو هنا إشارة للكمية، علشان كده حطيت ne. طيب ايه هي الكلمات اللي مجرد ان انا اشوفها اختار على طول البارتيتيفو او البرونومي بارتيتيفو ne؟ بعض الكلمات زي الارقام 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ما عندك الارقام الى ما لا نهايه. Un paio di، un po' di، poco، molto، tanto، solo، nessuno، niente، nulla، una parte، alcune، qualche، la maggior parte، un، uno، una، un apostrofo. دي كلها عبارة عن كلمات بتعبر عن paio di، un po' di، قليل من، poco، قليل، molto، كثير، tanto، كثير، solo، فقط، uno، لا أحد، niente، لا شيء، نولا، ما شيء، una parte، جزء، alcuni، بعض، qualche، بعض، la maggior parte، يعني بقى العظمى، بعض، طبعا، و تمام؟ تاني، uno، due، tre، quattro، cinque، sei، sette، otto، nove، dieci، un paio di، un po' di، poco، molto، tanto، solo، nessuno، niente، nulla، una parte، alcuni، qualche، la maggior parte، un، uno، una، un apostrofo. تاني، كل الكلمات دي بتعبر عن
كميات، كل الكلمات دي بتعبر عن كمية. كمل. شوف مع بعض مجموعة أمثلة عن البارتيتيفو نيم. نيتين بكمبوستي في الأزمنة المركبة. In tutti i tempi composti, cioè il passato prossimo e il futuro composto, l'accordo con il participio passato è obbligatorio con il pronome partitivo ne. Per la zmina al murakkaba, sawa fil passato prossimo o il futuro composto, il mustaqbal il murakkab, lazim bnعمل التبعية. Il taban del PD del participio passato, quel تبعية di إجبارية مع البرنوم بارتيتيفو ني مع ضمير التجزئة طبعا ني. شوف أول مثال مع بعض. Vuoi un caffè? No grazie, ne ho già bevuti due. Tieni. Vuoi un caffè? No grazie, ne ho già bevuti due. نبص مع بعض. فبيقول لي تحب تشرب قهوة؟ فبقول له لا شكرا أنا أوريدي بالفعل شربت اثنين. لو أنا بصيت هنا دوي ده والدليل بتاعه على وجود كمية، فطبيعي هنا اخترت مين؟ ني. طيب لو بصينا هنا التبعية عندي بيفوتي انتهت بحرف الاي. طيب ليه انتهت بحرف الاي؟ علشان انا شربت اتنين من الكافيه. طبعا الكافيه هنا هو مفرد مذكر، تمام. لما جاني هنا هو اداني دوي، هنا ده يعتبر جمع. طيب جمع من الايه؟ من الكافيه، والكافيه جمع مذكر، فطبيعي او يعني تلقائي التبعيه هنا هتكون عندي جمع مذكر. Vuoi un caffè? No grazie, ne ho già bevuti due. يعني تعتبر هنا التبعيه الاي عايده على كافيه. كافيه طيب هنا يعتبر جمع عشان ذكر كلمه ايه؟ due، فانا حطيت التبعيه بتاعتي بقت بالاي. Ne ho già bevuti due. المثال اللي بعده. La torta era buonissima. Ne ho mangiate due fette. Tieni. La torta era buonissima. Ne ho mangiate due fette. طبعا لو بصينا هنا طبعا عندي كلمة due fette يعتبر هنا التبعية بتاعتي او خليني اختار ان هنا وجود كلمة due fette رقم او كمية. فطبيعي حطيتني. طيب التبعية هنا عملتها على كلمة ايه؟ فتة. دوي فتة. طبعا بعد الرقم لو جالي صفة او كمية باخد تبعيتها. لا تورتا ايرا بونيسيما. تورتا كانت جميلة جدا. اكلت منها دوي فتة. قطعتين. شوف مع بعض. المثال التالت. ماما. اي كومبراتو لي ميلي. ماما. اي كومبراتو لي ميلي. تي ني او كومبراتي دوي كيلي. طيب لو بصينا مع بعض هنا في المثال رقم 3، المفعول عندي في الجمله الاولى هو ايه؟ لميلي. تفاح طبعا جمع مؤنث. لميلي اي كومبراتو لميلي. طيب واحد يجي يقول لي طيب احنا ليه عملنا التبعيه هنا بالاي جمع مذكر؟ عملنا التبعيه هنا بالاي جمع مذكر لهدف بسيط جدا. زي ما قلنا في المثال رقم 2 انا خدت التبعيه بتاعت كلمه ايه؟ فت. بمجرد ان يبقى عندي بعد الرقم صفه او كميه باخد تبعيتها. فالمثال هنا رقم 3 انا خدت التبعيه بتاعت كلمه ايه؟ كيلي. ماما اي كومبراتو لي ميلي. يا ماما انت اشتريت التفاح. سي ني او كومبراتي دوي كيلي. خدت تبعيه كيلي. وفي المثال الرابع مع بعض. Hai finito tutto il compito? Hai finito tutto il compito? No, ne ho finite solo 30 pagine. Hai finito tutto il compito? No, ne ho finite solo 30 pagine. Vai. La vogliena o ahed bardo vi fakka. قال انت خدت التبعيه هنا ليه؟ انتهت بحرف الايه. المفعول عندي في الجمله الاولى المفروض الكومبيتو. المفروض الكومبيتو ده مفرد مذكر، يبقى التبعيه تنتهي بحرف الاو. لا، للمره الثالثه انا بكرر في جمله ني
ليتين بي كومبوستي في الأزمنة المركبة. التبعية باخدها على حسب الصفة أو الكمية اللي في الجملة التانية. يعني هنا في المثال الرابع عندي أنا خدت تبعية باجيني، خدت تبعية كلمة إيه؟ باجيني، هي تعتبر عندي الصفة بتاعتي أو الكمية بتاعتي. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي نو نيوفينيتي سولو 30 باجيني. يبقى أنا كده لو أنا بصيت كده اهوت على الأربع أمثلة بتوعي، بداية من المثال الأول فوي اون كافي، المثال الأولاني أنا خدت التبعية بالإي، على الرغم إن هو ما ادانيش بعد الرقم أي حاجة، أي إشارة، ما ادانيش التبعية، بس أنا معروف إن اتنين من الإيه؟ اتنين من الكافي، علشان كده عملت التبعية بحرف الإي. طيب في المثال التاني اداني كلمة إيه؟ فت، بعد الرقم اداني فت، فأنا في الحالة دي عملت التبعية على كلمة إيه؟ فتي، على الصفة أو الكمية بتاعتي، ما عملتهاش على كلمة لا تورتا. في المثال التالت اداني بعد الرقم كلمة ايه؟ كيلي، ماما اي كومبراتو لي ميري سي مي او كومبراتي دوي كيلي، فعملت التبعية هنا على كيلي جمع مذكر، فعملت التبعية عليها. أربعة اي فينيتو توتو الكومبيتو، خلصت الواجب. نو ني او فينيتي سولو ها 30 باجيني، عملت هنا التبعية بتاعتي على كلمة مين؟ باجيني، باجيني جمع مؤنث، فالتبعية بتاعتي جمع ايه؟ مؤنث. تمام، نكمل برضو. L'espressione seguenti non sono partitivi. Fra poco, fra tanto, fra molto, poco fa, tanto fa, molto fa, da tanto, da solo, alle due, da poco, tanto tempo, da molto tempo, 3 anni fa. ايه الكلام ده؟ الكلام ده او التعبيرات دي عبارة عن تعبيرات كنا لسه قايلين ان في بعض الكلمات اول ما اشوفها على طول اختار ني، زي كلمة بوكو كنا لسه قايلين بمعنى قليل، او طنطو كثير، او الارقام زي دوي طبيعي اختار ني. لكن في تعبيرات معينة خاصة لما بتيجي الكلمات دي مقترنة بالكلمات الدالة لبارولي كيافي، لما بتيجي مع الكميات مع الكلمات الدالة هنا ما تعتبرش كمية إطلاقا، هنا ما تعتبرش كمية إطلاقا. يعني مش مجرد إن أنا شفت فرا بوكو، مجرد إن أنا شفت فرا جه وراها بوكو أروح أختار ني، لا طبعا. هنا الكلمات دي تعتبر كلمات دالة جاية، الكميات مع كلمات دالة، يعني فرا بوكو خلال وقت قليل. تمام؟ نقولهم تاني مع بعض. يبقى أول ما أشوف الكلمات دي أو التعبيرات دي ما أختارش ني، خلاص. fra poco fra tanto fra molto poco fa tanto fa molto fa da tanto da solo alle due da poco tanto tempo da molto tempo 3 anni fa. شوف كده esempi. المثال الأول I fatto i compiti I fatto i compiti، هل عملت الواجب؟ سي li ho fatti da solo، ها هل أنا أول ما شفت كلمة solo رحت اخترت ني؟ لا طبعا، هنا ده solo ما تعتبرش كمية، عشان كده المفعول بتاعي هنا في الجملة الأولى i compiti جمع مذكر، فعوضت عنه ها li والبي بينتهي بحرف الإي، سي li ho fatti da solo. L'itteni hai mangiato tutta la pizza? Hai mangiato tutta la pizza? Sì, l'ho mangiata poco fa. Sì, l'ho mangiata poco fa. مش مجرد ان انا اروح اشوف poco واروح احط ني، لا طبعا، هنا poco fa تعتبر كلمة دالة او يعتبر وقت جاي مع الكلمة الايه؟ الدالة. تمام؟ فطبعا هنا tutta la pizza مفرد مؤنث، هعوض عنها بإلا أبوسترفو وأعمل التبعية عندي تنتهي بحرف الأ. شوف المثال التالت أفيتي فيستو الدي في دي كي في أو داتو، أفيتي فيستو الدي في دي كي في أو داتو سي لابيامو فيستو ألي دوي، مش مجرد إن أنا أشوف كلمة دوي أروح أختار ني. تمام؟ تمام؟ طبعا هنا الدي في دي هعوض عنه بإلا أبوسترفو، تمام، والبي بي ينتهي عندي بحرف الواي دي خالص.
من غير ما احط ميه في اي مثال من الامثله اللي انا لسه قايلها. تاني، l'espressione seguenti non sono partitivi: fra poco, fra tanto, fra molto, poco fa, tanto fa, molto fa, da tanto, da solo, alle due, da poco, tanto tempo, da molto tempo, tre anni fa. Vai. Vado. I pronomi diritti con i verbi modali. I pronomi diritti الضمائر المباشرة مع الأفعال الخادمة. I pronomi diritti di forma atona, metti lo, la, la, ci, vi, li, le, quando abbiamo un verbo modale, o la fa il fedema, tova la nare, poteri o doveri, voleri, seguito sempre da un infinito, vanno prima del verbo modale e dopo l'infinito. Yani, tova il calam da hanno abbaho bim sel, devo ati halen? Vos che la mamma. Il misel awale. Questa gonna è troppo cara, ma non la posso comprare. Questa gonna è troppo cara, non la posso comprare. Questo è la massena che dovevo. Handi, questa gonna di Mofrad è Wannas. Fana awatan have mean lo. Hello gid. Zem hana shafin posso comprare da baran e. Posso dal fa'il al-khadi. Mitsarraf ma io ho il verbo poteri li magud andi fuq awel verb. Tamam? Badiga ala tul gi e? Gi al-masdar. Posso comprare. Ha? Non la posso comprare. طبعا هي جت في الاول هنا برنامج الضمير المباشر جالي اللي هو في الاول قبل الفعل الخادم تمام فجيب شكله الطبيعي لا بوسو كومبراري ليه شكل تاني ليه شكل تاني ممكن يجي شابك خالص كده في المصدر هنشيل حرف الاي ويبقى شابك في الفيرب من الاخر كده بص زي كده ها كوستا جونا اي تروبو كارا ما non posso comprarla. طب ايه الفرق بين المثال الاولاني؟ المثال الاولاني الضمير المباشر لا جالي في الاول خالص قبل الفعل الخادم فجي كده لا posso comprare لكن في وجود فعل الخادم ليه شكل تاني ان هو ممكن يجيها في نهايه المصدر واشيل حرف الايه واشبك البرومي الضمير المباشر مع الايه مع مصدر الفيرب مباشره لا posso comprare بتساوي بالظبط posso comprarla posso comprarla يبقى questa gonna è troppo cara questa gonna è troppo cara non la posso comprare بالظبط questa gonna è troppo cara ma non posso comprarla نشوف مثال تاني queste scarpe sono troppo care queste scarpe sono troppo care non le posso comprare non le posso comprare طبعا هنا ضمير مباشر عندي ليه جمع طبعا جمع مؤنث عشان عايد على queste scarpe هنا جالي قبل الفعل الخادم انما بعد كده queste scarpe sono troppo care ma non posso comprarle non posso comprarle جاي هنا في نهايه المصدر مباشره طيب نشوف مع بعض بعض الامثله scegliete la risposta giusta المثال الاولاني dove hai comprato questa bella maglietta dove hai comprato questa bella maglietta. طبعا هنا زمن الجمله الباساتو المفعول بتاعي لازم احدد المفعول بتاعي صح ها questa bella maglietta مفرد المؤنث الجمله عندي او الزمن عندي الباساتو طيب مفرد مؤنث يبقى اعوض عنه بايه بالظبط كده الابوسترفو والبي عندي انتهى بحرف الا لو comprata الاجابه عندي هتبقى الثالثه يبقى dove hai comprato questa bella maglietta l'ho comprata dal centro Chi ha invitato Francesca e Luigi? Chi ha invitato Francesca e Luigi? Marco. طبعا انا عندي المفعول هنا بتاعي Francesca e Luigi ولد وبنت جمع مذكر يبقى اعوض عنهم بلي تمام والتبعية بتاعتي هتنتهي بحرف الاي li ha invitati li ha invitati الإجابة عندي هتبقى برضو Chi ha portato il cane a passaggio? Chi ha portato il cane a passaggio? طبعا il cane هنا مفرد ايه؟ مذكر عوض عنه بالابوسترفو الإجابة عندي هتبقى برضو سي l'ha portato Chiara l'ha portato
Chiara, hai visto il film ieri sera? Hai visto il film ieri sera? طبعا الفيلم هنا عندي مفرد ايه؟ ها مفرد مذكر، يبقى طبعا هعوض عنه ال apostrofo والبي بينتهي بحرف الاو. Hai visto il film ieri sera? No, non l'ho visto. Hai sentito le canzoni? No, non. ها طبعا انا اتكلمت في النقطة دي قبل كده، قلت بص على الارتيكولو، بص على أداة التعريف. هنا le canzoni تعتبر جمع مؤنث، ها هعوض عنها باللي. محدش يجي يقول لي كانسوني انتهت بحرف الاي فانا راح اختار اي، لا طبعا. لي كانسوني جمع مؤنث، يبقى اقول ايه؟ لي او سنتيتي، لي او سنتيتي الاجابه عندي التالتة. افيتي بيرسو البريميو؟ افيتي بيرسو البريميو؟ سي نو ابيامو بيرسو. البريميو ده مفرد ايه؟ مفرد مذكر، وزمن الجمله ايه؟ passato ماضي، محدش يجي يختار له، دي غلطة كبيرة. طبعا هنا في الأزمنة المركبة احنا اتفقنا إن اللو واللا بعوض عنهم إيه؟ بالأبوسترفو. هقول سي لابيامو بيرسو، الإجابة عندي هتبقى دي. كواندو أي كوتشيناتو كويستي سباجيتي دي نو؟ كواندو أي كوتشيناتو كويستي سباجيتي دي نو؟ أونورا فا، تمام؟ الإجابة ها جمع مذكر كويستي سباجيتي، يبقى اقعد عنها بايه؟ لي او كوتشيناتي، لي او كوتشيناتي. طبعا الاجابه عندي هتبقى سي لي او كوتشيناتي. راجاتسي سي تشيركاتي باولا all'ingresso della scuola، طبعا المفعول عندي هنا مين؟ ها باولا مفرد مؤنث، اقعد عنها بالابوسترفو والبي بينتهي بحرف الآ طبعا. لو فيستا شفتها all'ingresso della scuola. A che ora hanno perso l'autobus؟ A che ora hanno perso l'autobus؟ Alle 3. A che ora hanno perso l'autobus؟ L'hanno perso، الإجابة تبقى B، l'hanno perso alle 3. طبعا l'autobus مفرد مذكر، فعوضت عنه بالأبوسترفو والبي بينتهي بحرف الأو عادي خالص. Francesca, hai comprato la chitarra؟ Francesca, hai comprato la chitarra؟ طبعا هنا المفعول بتاعي مفرد مؤنث، la chitarra زمن الجملة al passato، هقعد عنه بالأبوسترفو والبي بينتهي بحرف الأ. Sì, l'ha comprata. Sì, l'ha comprata. تمام؟ طيب، Chiara, ha mangiato tutte le patatine؟ Chiara, ha mangiato tutte le patatine؟ No, poche. Poche di كمية. على طول. زمن الجملة al passato يبقى أحط ها ني، وما انساش التبعية طبعا، هتبقى الإجابة ني أ مانجاتي. ني أ مانجاتي. Quando hai preparato tutto il compito؟ Quando hai preparato tutto il compito؟ طبعا هنا المفعول عندي مفرد مذكر، زمن الجملة ماضي، عرفت منين ماضي؟ يعني هنا الparticipio passato preparato واتسبق بمين؟ avere، يبقى ماضي. طبعا الكومبيتو مفرد مذكر، اعوض عنه ايه؟ ها الابوسترفو والبي بينتهي بالاو. لو preparato ieri، لو preparato ieri. طيب 13، hai stampato i versi؟ hai stampato i versi؟ سي اي فيرسي، هنا جمع ايه؟ مذكر، يبقى اقعد عنها بلي والبي بينتهي بحرف الاي. لي او ستامباتي. سي لي او ستامباتي. هاي ريتشيفوتو اونا بيتشيكليتا؟ هاي ريتشيفوتو اونا بيتشيكليتا؟ سي لو ريتشيفوتا. طبعا هنا بيتشيكليتا مفرد مؤنث، اقعد عنها بايه طبعا؟ الابوسترف والبي بينتهي بحرف الا. سي لو ريتشيفوتا. هاي انفيتاتو كويلي اميكي؟ هاي انفيتاتو كويلي اميكي؟ سي لي او انفيتاتي. سي لي لي او انفيتاتي. طبعا الاجابه هتبقى دي عندي، كويلي اميكي جمع مؤنث، اقعد عنها باللي والبي بينتهي عندي بحرف الاي. كيارا ا مانجاتو توتي لي باتاتيني؟ نو
ني او مانجاتو ني او مانجاتي فوكي. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا، وبشكركم جدا وإلى لقاء آخر بإذن الله. شكرا جدا.